قامت منصه فسح بالشراكه مع المؤسسه العامه لجسر الملك فهد والهيئه العامه للجمارك السعوديه باطلاق باطلاق تجريبي لنظام اداره الشاحنات وحجز مواعيد استلام البضائع الكترونيا كشرط اساسي لدخول المنفذ سعيا لتمكين الجهات الحكوميه وتحسين ادائها كاحد اهداف رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 ما يسرع حركه العمل ويخلص الفتره الزمنيه من وقت وصول الشاحنه الى المنفذ وخروجها الى دقائق معدوده وياتي هذا التعاون مكملا للخدمات التي اعلنت عنها فسح وتسهيلا لعبور حركه الشاحنات بهدف تنظيم حركه نقل البضائع من والى مملكه البحرين بسلاسه وفي وقت قصير يذكر ان تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه تدريجيا على كافه منافذ المملكه خلال العام المقبل وذلك بهدف انسيابيه اكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير كما يزيد انتاجيه التحميل لدى المشقلين في الموانئ وينظم الشاحنات عند مداخل المدن اضافه الى رقمنه تعاملات الدخول والخروج من المنافذ والموانئ بما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين والاطراف المختلفه والجهات ذات العلاقه. هذا وتاتي خدمه اداره الشاحنات في اطار دعم برامج التحول الرقمي للمملكه العربيه السعوديه. لا شك جسم الملك فهد هو شريان حيوي يربط مملكه البحرين بالمملكه العربيه السعوديه وخير دليل على ذلك انه الاعداد الكبيره جدا سواء كان على مستوى المسافرين او الشاحنات. طبعا كان في نقله نوعيه كبيره في تحسين حركه المرور وايضا هناك ان شاء الله في في مبادرات لتحسين الحركه وتقليل عدد المسافرين رغم الزياده الكبيره في عدد المسافرين. من المؤكد ايضا ان الشاحنات لها دور في هذا الموضوع. اعداد الشاحنات طبعا في جسم الفهد اعداد كبيره جدا تقريبا معدلات اليوميه اكثر من 1100 شاحنه في اليوم. هذه المبادرات تعتبر المبادره الاولى وهي مشروع فسح. هذا حيساعد على رفع الطاقة التشغيلية للجسر وزيادة عدد الشاحنات من المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين. الهدف من المشروع هذا رقم واحد وفرنا بالتعاون مع الجمارك السعودية تقديم البيان الجمركي المسبق كان الوضع الراهن الشاحنه بعد ما توصل الى منطقه الجمركيه يتم تقديم البيان الجمركي ويتم السداد فالان بطريقه جديده لا قبل ما توصل الشاحنه حتى على جسر الملك فهد أه تقدم البيان الجمركي تم السداد أه الجسر والجمارك عندهم دراية عن الشاحنات اللي قادمة لهم في تحكم بالكباستي عدد الشحنات اللي تدخل على الميناء واحدة من الأهداف اللي نهدفنا إن شاء الله بالتعاون مع الجمارك السعودية وزارة الداخلية السعودية أيضا حيكون في ربط مع نظام الجوازات فنتأكد موضوع خروج العودة موضوع الفيزا